إلى ذلك قالت هيئة الطيران المدنية الإماراتية إن قائد إحدى الطائرات الإماراتية المدنية اضطر إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بمقاتلتين قطريتين اقتربتا إلى مسافة خطرة من طائرته، وذلك في إصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية. وكانت الطائرات المقاتلة القطرية قد اعترضت في 15 من يناير الماضي طائرتين مدنيتين تابعتين لدولة الإمارات كانت متجهتين البحرين. وقدمت هيئة الطيران المدنية الإماراتية في وقت سابق شكوى ضد قطر عند هيئة الطيران المدني الدولية إيكاو، كما تقدمت البحرين بدورها بشكوى مماثلة باعتبارها الدولة التي كانت تقصدها الطائرتان أثناء اعتراضهما. وحول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار الأستاذ محمد ثامر الكعبي، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. الله يخليك. طبعا بداية أنت في شؤون الطيران المدني، كيف ترون يعني ما حصل من هذا التحليق؟ طبعا ما حصل ظهر يوم امس لا شك انه هو تصرف مثل ما اشار التقرير لا مسؤول وتصرف خطر. نعم. هناك مقاتلات قطريات كانوا فوق المياه الدوليه في اقليم البحرين لمعلومات الطيران، وهذا الاقليم ايضا مسؤول عن البحرين عن ادارته وتقديم خدمات الحركه الجويه بكل سلامه. نعم. للاسف اقتربت هذه الطائرات بشكل خطر من الطائره الاماراتيه، مما اضطر الطيار الى الارتفاع على اساس يتفادى الاصطدام بهذه الطائرات. لا شك احنا جدا عندنا هاجس كبير من ناحيه السلامه نتيجه لهذا التصرف، وبالتالي احنا راح نتخذ الاجراءات اللازمه. بشرنا عمليه التحقيق الفني وقاعدين نجمع الادله ونعد التقارير اللازمه، وبالتالي يتم رفعها الى منظمه الطيران المدني الدولي على اساس النظر فيها ومتابعتها واتخاذ الاجراء اللازم. نعم استاذ محمد، ما هي المخاطر التي يشكلها اقتراب المقاتلات القطريه على سلامه وحركه الملاحه الجويه ايضا؟ هو المشكله في المقاتلات القطريه او اي طائرات عسكريه من هذا النوع من الحركه ان انت ما عندك اتصال معهم. نعم. الاتصال ما بيكون مع المدنيين، فبالتالي انت ما عندك توقع لحركتهم شلون راح تكون. فبالتالي عملية الفصل وعملية التأكد من سلامة حركة الطيران المدنية الموجودة في المنطقة تكون صعبة بالنسبة للمراقب الجوي. وعلى ذي الأساس هو المفروض وعلى حسب الأنظمة والقوانين الدولية أن مثل هذه الطائرات لازم ما تدخل المجال الجوي المدني من غير إذن ومن غير تنسيق مسبق حفاظا على سلامة حركة الطيران. فوجودها من غير ما يكون في اتصال، من غير ما يكون الهوية معرفة، من غير ما يكون الارتفاع أيضا معرف، تصبح العملية صعبة جدا بالنسبة للمراقب الجوي، لأن حركته ممكن تكون مباغتة وممكن يغير الاتجاه أو الارتفاع في أي وقت، أيضا تكون خطرة على سلامة المواطنين. نعم. طيب أستاذ محمد، شؤون الطيران المدني دانت هذا التصرف المسؤول، أكدت أيضا أنها سوف تقدم شكوى إلى منظمة الطيران المدني، ما هي الإجراءات التي سوف تقومون فيها؟ هو عقب إن شاء الله بكرة ما يجهز التقرير الفني راح يرسل إلى المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني، وأيضا راح نتابعه مع المنظمة بمونتريال. والمنظمة سيكون غدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله صباحا. اليوم إحنا قاعدين نعده بالرسومات والخرائط واللي تبين مسار الطائرات والموقع. نعم. والمنظمة هي مثل ما تعرفون أنها هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الطيران المدني في العالم، والهاجس الأكبر بالنسبة له ولنا كلنا جميعا هو الحفاظ على سلامة الطيران المدني. فرح نرسل التقارير والشكوى لهم بكرة صباحا، وذلك أيضا بتنسيق مع الإخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورح يتم متابعته عن كثب على أساس نشوف شنو التطورات فيه، لأن مثل ما أشار أيضا التقرير أن هذه ليست الحادثة الأولى. أكيد هو طبعا في شكاوى سابقة. نعم. هل يعني حصل لها شيء؟ هو متابعة أكثر. نعم احنا تابعناها لأن هاي ثاني مرة أو ثالث مرة صار فيها. نعم. احنا نتابع بشكل مستمر مع المكتب الإقليمي وأيضا مع مكتب المنظمة، وأيضا في ردود استلمناها من عندهم أنهم أثاروا الموضوع مع السلطات القطرية وأبدت هناك عندهم استعداد أنهم يتقيدون بالأنظمة. هذا على حسب ما احنا وصلنا أيضا. نعم. من المراسلات الرسمية.
لكن من الواضح أن الأمور ما قاعدة تمشي على حسب ما تم الاتفاق عليه، وبالتالي احنا ايضا نرجع للمنظمه على اساس ان المياه هذه الدوليه احنا مفاوضين ان نقدم بها الخدمات من قبل المنظمه. فاحنا ملزمين ان نرجع لهم في كل الامور اللي تاثر على السلامه على اساس ان هم الفيصل في ذي الامور ويبتدون يتدخلون ويبتدون ان هم يحطون الضوابط على اساس يلزمون الجميع بالالتزام بالاتفاقيات الدوليه في الخصوص. اكيد راح يكون اكيد يعني قوانين اكثر صرامه لهي الموضوع. طبعا القوانين موجوده والمعايير والاجراءات اللي سوف تتخذ ان شاء الله. ان شاء الله راح تتم متابعتها عن كثب على اساس ان احنا نعمل ان مثل هذه التصرفات، لانها في الواقع لا يوجد مبرر لها، يعني طائرات مدنيه وعلى عالي البحار وتسلك مسارات جويه والبيانات الرحلات معرفه، فبالتالي لا يوجد يعني داعي الاقتراب منها بهذا الشكل ليهدد سلامته. نعم. الأستاذ محمد ثامر الكعبي وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني، شكرا لتواجدك معنا في استوديو مركز الأخبار. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك.